بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوع أيضا موضوع مهم، موضوع يعني إحنا نعتبره من أهم المواضيع، وأيضا كثير أمور توصل بالطوارئ متعلقة بهذا الموضوع، ويعتبر من المواضيع اللي بيها هاي مورتاليتي ريت، ولهذا تعتبر مهمة، وايضا هاي موربيديتي وان اوف ذا موست كريتيكال كونديشن ان نيورولوجي. حقيقه احنا بنتحدث عن كيس حتى نمهد للموضوع. 70 year old man presents with a complaint of sudden onset of right side weakness today. There was no loss of consciousness or head trauma. يعني before that. He also complained of headache mostly on the left side. On the left side. He is brought to the emergency department by his wife, also noted confusion and slurring of his speech, past medical history, and hypertension, with blood pressure حاليا الرقم اللي امامك. اذا نحن خلينا نناقش الكيس بالبدايه. الكيس اجى للطوارئ، sudden right side weakness، بالاضافه الى انه المريض بيشكي من صداع براسه، وايضا صعوبة بالكلام، بالإضافة إلى أنه confused يعني عنده disturbance في consciousness مالته، وأيضا ارتفاع في الضغط. فيتبادر إلى ذهننا في البداية أنه ممكن أن يكون هذا الكيس حقيقة هو stroke طب بأنواعه مع شيء vascular cause بغض النظر عن السبب، ويعني لازم نخلي بالنا لانه صدن اونسيت، لانه عنده ضغط، ارتفاع بالضغط، العلامات السريريه تدلل على هذا الشيء ما شايني. لكن من الممكن يكون هذا الستروك مالته اما اسكيميك او هيمولوجيك. بالضبط، يعني اليوم راح نناقش الهيموراجيك ستروك. الهيمورايج انسايد ذا برين حقيقه ينقسم الى عده اقسام بناء على شنو؟ بناءً على السايت، وين صار النزف. فإذا كان intra cerebral يعني inside the tissue of the brain itself ماشيني، هذا intra cerebral hematoma ماشين. أما لو كان في مناطق ثانية على سبيل المثال inside the ventricle فهذا intraventricular hematoma، وإذا كان in the subarachnoid space فهذا subarachnoid hemorrhage، او ان يكون subdural اللي هو ما بين الاركنويد وما بين دورا ماتر، او epidural ما بين العظم وما بين الديورا. واضح عزيزي؟ فيعتمد على ماذا؟ يعتمد على مكان النزف، اما داخل المخ او داخل الفنتريكل، او ان يكون بالsubarachnoid space يعني ما بين البيا والsubarachnoid ماتر، او ما بين السبركنويد ما بين الاركنويد العفو والدورا ماتر اللي هو السبديورال تحت الدورا ماتر، او ان يكون ابيديورال اللي هو ما بين العظم وما بين المنجز. عشان ليش يصير نزف داخل ده بصورة العموم؟ اهم سبب برايك شنو؟ هايبرتنشن صحيح، وهذا ميديكال، لكن ممكن يكون اكو غير كوزز اذا جمعنا كل ال تروما. رابتشر انيوريزم، بيري انيوريزم، رابتشر انيوريزم ايضا موجوده، لكن حقيقه تروما تعتبر ذا موست كومن اذا جمعنا الكل. اكيد اذا اخذنا بس الانتراسيريبرال هيماتوما راح يكون الهايبرتنشن، ويبقى التروما ايضا واحده من الاسباب. ماشيني؟ فإذا الهايبرتنشن والتروما حكينا بها، الانيوريزم الاي في ما كنتش قلت لها صحيح، تيومر يصير داخله نزف، ستروك اتسيلف تتحول الى نازفه احيانا من الدستركشن اوف ذا تيشو اند ربتشر اوف ذا فيزوس ان ذا انفاكتد اريا، فينوس انفاكشن نفس الفكره ايضا بالمكان اللي فيها انفاكشن راح يصير هيموريد فاسكولايتس واكلابسيا من ارتفاع الضغط، وامايلويد انجيوباثي الالدرلي خاصه يتغير تركيبة الفيزلز وتكون عرضة للربتشر، وبالتالي حدوث الهيموريد كوغليشن بصورة عامة إذا كان بها ديستربنس وان بليدنج تندسي راح تسوي لك
anywhere in the body وما بونها البرين. Substance abuse بعض الأدراكس أمفيتامين كوكاين ممكن أيضا أن يسوي لك هيموريج. ومثل ما تلاحظون أمامكم يعني يمكن إذا تقسم بهالطريقة أيضا ممكن أن تسهل لك الأمور. من ممكن أن يكون small vessel disease من ضمن هالهايبرتنشن ليبيد إذا ارتفع العنديو أمايلويد قلنا عليه الديرتي بلود كلوتينج فاسكولار أنومالي سولستانس. اللي راح يصير أنه بارتفاع الضغط راح تتأثر كل الشرايين وأهم شرايين ممكن تتأثر هي السمول ديب بنتريتنج بنتريتنج فيزلز انسايد ذا برين. هذه الشعيرات الدموية اللي عميقة حقيقة اللي تتداخل بالبرين تشو هي تكون عرضة أكثر لأنه بحكم ضعف يعني الجدران مالتها فتكون معرضة أكثر للضرر ماشي وبالتالي تتكون ربشر due to hypertension اللي هو المسكمة إذا كان traumatic cause ما تمام فراح يكون عندنا ربشر وكوليكشن بهيماتوما وبالتالي destruction بالتشو اللي موجود بها النزف. تكون حوالي نزف الانتراسيولار هيماتوما نحكي حوالي 10% من جميع ستروك cases. The most hypertensive hemorrhage originates from long, narrow, penetrating arterial branches along with the lipohydrolysis and fibrinogenic necrosis and Charcot-Bouchard aneurysm are found at autopsy. يعني راح يصير تغييرات مع الوقت بحكم الزيادة بالضغط راح تؤثر على جدران تلك الشعيرات الدموية وبالتالي يصير فيها necrosis تكون بها مايكرو انيوريزم وتكون عرضه للرابتشر ات اني تايم. In the acute phase after intracellular hemorrhage there is edema تحيط بهذه الهيماتوما وبالتالي تؤدي الى ضغط على بقيه اجزاء الدماغ وتؤدي الى ارتفاع في ضغط الدماغ. اذا لو مثل ما تلاحظون هاي التغييرات اللي موجوده وتكون الانيوريزم سمول انيوريزم في هذه الديب بريتريتنج فيروس واللي مثل ما قلنا تكون عرضه للربشر خصوصا مع ارتفاع الضغط. واضح الامور؟ واضح دكتور. واضح واضح جدا نعم جيد. اذا جينا على الانترا سيربرال هيماتوما اتسيلف يعني النزف اللي يصير داخل البرين تشو راح نشوف ايضا هي تقسم الى خمس اقسام رئيسيه حقيقه باعتبار ايضا الموضع مالتها. فممكن تكون بالبوتامين اللي هو part of the basal ganglia أي البي هو الثالاموس ماشيني وعندك على الجانب الآخر الصورة اللي بيها أي وبي هي lobar hemorrhage يعني باللوب سواء كان frontal, temporal, parietal أو occipital ماشيني أو من الممكن تكون دي pons pontine hematoma وأيضا من الممكن تكون cerebellum هيماتوما بالصورة اي. واضح؟ واضح. The clinical findings اكو جينا clinical findings موجود بالكل تقريبا مشتركة كل الهيموريد اللي يصير. هيكون ارتفاع ضغط، تغير بالوعي، صداع، زوام يصير عند المريض، وهذا نتيجة مثل ما قلنا ارتفاع في الضغط. وايضا يصير هناك علامات اخرى ممكن تساعدك على المكان. اللي ممكن ينشأ منه هذا النزف. The headache present in 50% of the patients and may be severe. Vomiting common مثل ما قلنا. Common. خصوصا بالبوتامين والتلامك هيموريج. ليش؟ لأن هاي المناطق قريبة من مناطق مسؤولة عن الوعي. ماشي يعني؟ وأيضا في مناطق أخرى وتكون more earlier than potaminal and thalamic hemorrhage. على سبيل المثال اذا كان بالبونس فونتاين هيموريج بالبونس يعني بالبرين ستيم جزء من البونس مثل ما تعرفون فاذا كان بالبونس راح يكون مور ايرليير ماشي يعني اللوس اوكي يعني يجيك دكتور كل شيء ما كان منه شو علاقه فيه فقد وعي تشيكه تشوف انه مريض فاقد نسوي سي تي مثلا يطلع عندك فونتاين هيموريج او ديلايد احيانا يتاخر الى ان تتكون الودمه و يبقى لفترة بعدين يصير عنده loss of consciousness. الديلايد عادة وين يكون بالسيربيلار هيموريج ياخذ وقته على ما يصير
الا اذا كان ماس الهيموريج كومبريس مباشره المدلب والمكاتب امامه، من الممكن ان يؤثر على الوعي بشكل ابكر ابكر يعني ارمي. البيوبلز ممكن تكون بين بوينت وين؟ راح نشوفها شيكتها بالبونتاين هيموريج، ماشي يعني بالبونتاين هيموريج. بالبونت يصير هيموريج، يصير مثل ما قلنا فاقد بشكل مبكر جدا، وايضا العيون مالته البيوبلز مالته بين بوينت. الهيميباريسز موجوده سواء كان باللوبر، وايضا نشوفها بالبوتامينال هيموريج اللي هي بالبوتامين ديسر جانجليا قريبه من الانترنال كبسول اللي يمر بها التراكس بيراميدال التراكس مع شاني، فيصير عندهم هما في هيميباريسيس يعني جهه من الجهه اللي صار بها الهيموريج راح يصير بها ستراكشن بالانترنال كبسول، وبالتالي راح يصير هيميباريسيس بالجهه المعاكسه. يعني اذا كان هيموريج بالليفت هيمسفير راح يصير عنده رايت سايد ويكنس، او من الممكن يصير عندهم هيمي سنسري ديستربنس هيمي سنسري لوس اذا كان بالثلاميك، لانه الثلاميك ايضا راح يضرب يضغط في التراكس اللي مسؤولة عن سنسيشن. ما تعرفون التلاميك عادة محطة لاستقبال سنسوري ريسبونس من أنحاء الجسم، مثل ما تعرفون أيضا يكون إذا كان لفت تلاميك هيموريد ممكن يكون رايت سايد هيمي سنسوري روس. كوادري باريسز نشوف عادة بالبونس بونتاين هيموريج، والاتاكسي نشوفها اكيد بالسيربيلر هيموريج. السيجر وين راح نشوف اكثر؟ بيا تايب، بيا نوع من الانواع الخمسه اللي حكيناها قبل شويه. منو عندما سب ديورال؟ لا عم نحكي على الانترا، نحن عم نحكي عن كل هسه الحكي على الانترا سيربيلر هيماتوما بالسيربيلر. ما يسوي سيربيلا ما يسوي سيجر. احنا ذيك المرة حكينا سيجر وين المصدر مالته عادة بالإبيليبسي؟ تيمبرال شايني شلون؟ بالتيمبرال لوب؟ اي يعني لوبر هيموريج. فاللوبر اللي هو جاي من فرونتال او تيمبرال مثل ما قلنا خمسة، اما بيس الكوتامين او الثلاميك او السيريبيلم او البونز او من اللوبر. من اللوبر باللوبر هيموريد ممكن نشوف سيجر اكثر بكثير من البقيه. ديفرنشال دايجنوز هون اكيد راح تخلي الاذر تايبس اوف ستروك هي على قائس على راس القائمه حقيقه، ممكن ايضا تنزل ب ديفرنشال دايجنوز الاخرى، لكن مع هالبرزنتيشن مع الديسيربنس اللي يصير بالكونشسنس مع الضغط العالي اكيد راح تخلي الاذر تايبس اللي هو صبرك نويد يعني مو الا انتراسيريبرال هيماتوما، ممكن صبرك نويد اذر تايب اور تايبس اوف بليدنج اور اسكيميك ستروك. الانفستيجيشن هون ايش راح تسوي؟ شو ببالك تسوي؟ شو تريد تسوي؟ شو تفكر؟ يعني شلون تفكرون انه راح نسوي؟ جاء مريض فاقد نتوقع وضغطه صاعد واي زوى مثلا ممكن يكون هيموري، ايش راح نسوي لهذا؟ كانفستيجيشن ار بي سي شاني سي تي سي تي سكان ام ار اي ياهو من نسوي سي تي لما دكتور ار بي سي بعدين سي تي دكتور. إذا نحن البداية عندنا في الأساسيات معينة لازم ندزه في أي مريض كوما حقيقة نسحب الميتابوليك سكرين ماشي يعني ندزه راندم ندزه بلاد يوريا. وهون أيضا من الممكن أن نضيف أمور أخرى إذا تأكدنا أنه هو كان هيموريد، طبعا بالتأكيد باي سي تي سكان لأنه الأسرع لأنه المتوفر، لأنه الهيموريد عادة حتى لو كان سمول يبين بشكل اوضح عن طريق السي تي ممكن ان يضيع بالام ار اي. واضح؟ اذا دائما الهيموريج تشخيص المبكر مالته يكون عن طريق السي تي سكان.
ممكن مثل ما أخذنا نضيف على investigation أيضا نشيك إذا كان أكو bleeding tendency و drug مثلا toxicity and so on. المانجمنت أنت مثل ما تعرفون حال أي كيس يجي كوما نحن دائما ننطي اليوم نطيب محاضرة طلب سادس حقيقة أنا how you can deal with a case of coma. فأنت عندك خطوات مهمة على رأسي طبعا كان ولا تشيك الأوكسجين مع المريض كان يحتاج ولا لا vital sign كلش مهمة كي راح تشيكها ودز المريض بالمربع بعد الانيشال دز المريض سيتي سكان ماشي يعني طلع هيموريج بالسيتي بين فالمربع اللي يحكي عن الأدوية اللي ممكن أن تعطى خصوصا إذا كان الضغط مالته كلش عالي فإنه كان في لابيتالول هيدرولازين ميكاردبين طبعا هيدرولازين هو أقل لكن الأهم الميكاردبين أو اللابيتالول أيضا راح يفيدونه بالإضافة إلى إعطاء الميريتول أو الهايبرتونيك سلاين ليش؟ حتى يقلل من الريسك of the severe increasing in the intracranial pressure وبالتالي الماس إفكت أو الهيميشن ممكن أيضا بدز استشارة للجراحة مدونة عصبية مريض أني surgical intervention for clipping or coiling of the aneurysm مثلا إذا أكو أو إذا كويشن مال intraventricular or lobar massive lobar hematoma من الممكن هل فيها شروط خاصة حقيقة للسيرجيكال انترفيشن ما يدوركم بيها لكن نسوي أيضا ممكن نسوي استشارة ومن الممكن أيضا أن تنقل المريض إلى العناية المركزة خصوصا إذا كان الجلاسكو مالته أقل من 8 تنقله ليش تنقل إلى المركزة يعني هذا ممكن يحتاج إلى الفنتيليتر يعني بترك اليوتيوب ممكن اذا لو هو المريض كان عياخذ وارفرين انتي كوغوليشن ميديكيشن فعليك ان تعدل من الاينر مالته ماشي يعني اذا كان هو ضغط صاعد جدا عليك تنزل ضغط انتي انترافينوس نيفيوز واذا كان الضغط مالته اكسبتد مقبول دي زياده لكن من الممكن ايضا تدي اورال طبعا اورال ما راح يقدر اذا هو يوتيوب وتنطيل ادويه ما ضغط ماشي إذا ما كان وإذا كان كل الصاعد أكثر من 22 لا مباشرة إنترافينوس إلى أن تنزل شوية بعدين تحول على الأورال أنتي هايبرتنسيف ميديكيشن فيفر دائما يصير ريأكشنري أي ديستركشن بالتشو ممكن يعمل لك فيفر مو إلا يكون عندك إنفكشن والفيفر نفس الحالة راح تزيد لنا من البرين دامج حقيقة وتزيد من الإنتراكلينيك بريشر فعليه لازم ننزل بالكولينج وايضا باعطاء بعض الادويه الخافضه للحراره. سيربرال إديما مهمه ومهمه جدا لازم ننزل الضغط داخل الدماغ عن طريق اعطاء المينيتول والهيدروز او الهايبرتونيك سلاين. الانتي بليتليت اذا كان بياخذ المريض الهايدروز صار عنده نزف ايضا ديزموبريسين او بليتليت ترانسفيجن خصوصا اذا طلع فحص البليتليت كاونت كلش قليل. الهايبرغلايسيميا خصوصا اللي عندهم سكري من الممكن من الستريس ان يرتفع الجلوكوز مالتهم وايضا راح يزيد لنا من الاستراكشن او الجلوكوز وعليه لازم ننطي نبدا باعطاء الانسولين ثيرابي مع المونيتورينج وخلي بالنا انه هذا المريض مقعد ومن الممكن ان يصير عنده حقيقه دي بي تي وعليه ان ناخذ احتياطاتنا من ناحيه البروفيلاكس بالإضافة إلى أنه كيوجوال كيس أوف ذا ستروك دائما نفكر بيكون عنده ديسفيجيا خليل الانديتيوب يكون عنده يصير عنده سكندري انفكشن الشيست فيزيوثيرابي فيزيوثيرابي ان جنرال السفنكتر مالته خلي بالنا عليها نخلي له مثلا فولي أو شيء من هالقبيل ننتبه على كل هذه التفاصيل له. إذا لو كان المريض ياخذ وارفرين وعنده الـ INR كلش عالي ومثل ما تقول نوم الـ INR تقييمه 2 إلى 3 أحيانا 3 ونص مقبول في بعض الحالات لكن لو شفنا كوبليمين والـ INR مثل ما المريض 6 أو 7 أو 8 وأحيانا يجي 10 ففي مثل هذه الحالة لازم تعوض المريض بفريش فروزن بلازما
وحديثا ننطي بروترون بين كومبليكس كونستريت. وهاش بالإضافة إلى عطاء أكيد فيتامين كي. بروغنوسيس يعتمد على عدة نقاط. يعتمد على السايز مال هيماتوما، الفوليوم مالتها أكيد لو كان أكثر من 60 سي سي، وهاي تحسب بطريقة حسابية بسيطة، تعتمد على عدد الصور يعني السلايدز اللي يطلع به الهيموريج سي تي سكان، يعني طول عرض الارتفاع تنحسب، فتقدر بمثلا 60 سي سي أكثر أقل. إذا أكثر من 60 سي سي عادة البروغنوسيس ليس جيد، إذا أقل من 30 لا البروغنوسيس very good. عادة الانيشال فولس بريجر مهم جدا ضغط الجابين المريض، اكيد اذا كان كلش عالي معناته الامور ليست جيده. الايج مال المريض ايضا، كل ما كان المريض كبير كل ما كان الامور اسوء. الجلاسكو كل ما كان قليل، واذا كان مثل ما قلنا اقل من 8 ممكن يحتاج بالفلتر ايضا مهم جدا. واذا كان بريزنس اوف انترافيتر هم بلاد معناته البليدنج كلش قوي بحيث ينعبر على البنتريكوم، يعني ينعبر داخل التجاويف تماما. complication death كلش كمان cerebral herniation ممكن ايضا، وبالتالي ايضا تؤدي الى death. الهيدروسيفالس ليش ممكن انه mass effect يضغط ويسد لنا مجرى السائل الشوكي، او دخول الدم الى الانتراventricular يمشي مع CSF راح يسد لك الفتحات مع التصريف. seizure ممكن مثل ما قلنا more common اذا كانت cortical lobar hematoma، لكن ما راح نعطي انتي كونفولسن ثيرابي اللي عندهم نزف الا اذا كان المريض بيعاني من اتاك اوف سيجر، عند ذاك الوقت لازم نعطي التوكس. هذه هي بيج هيماتوما حقيقه، هتلاحظون عشان هي كومبريست الفنتريكل، وايضا كومبريست ذا اذر سايد الباكس عبر الجهه الثانيه. حقيقة للهيماتوما والبروغنوس مع التأكيد ليس بالجيد، وراح تسوي إذا ما مات المريض راح تسوي له مورديتي لأن الكونستراكشن مال تشو راح يكون، وراح يطلع لنا بشلل نصفي لفترة طويلة. واضح؟ إذا موضوع مهم أو موضوع لازم نكتبه. بقى عندنا جزئية أخرى أيضا مهمة اللي هي صبر إكنايد هيموريد. نحن نتمنى إنه ممكن يكون إنسايد ذا برين تشو، وممكن يكون موجود وين للصبر كنايد سبيس. اكو سؤال على الموضوع السابق يا شباب؟ ماكو سؤال؟ جيد جيد. صبر كنايد هيموريج ايضا من المواضيع المهمه والكمان اللي تصير عاده ما بالضروره بالاعمار الكبيره، من الممكن ويجيك المريض بعمر 40 سنة، ممكن بعمر 20 سنة وتشوف عنده صبر إكنايد هيموريج. Leading into the صبر إكنايد space كتعريف، واللي هي الأريا ما بين الأركنايد مندرين والقيماتا اللي تحيط بالدماغ. ومثل ما تلاحظون هاي الصورة أمامكم، هذه هي صورة برين بالسيتي سكان طبعا without contrast أكيد، ولديه صبارك نويد وكل الفراغات مملوءة بالدم في حالة صبارك نويد تمر. causes the most common cause عادة هي هيد تروما، لكن إذا ما كانت تروما the most common cause هو intracranial aneurysm. ممكن يكون non aneurysmal perimesencephalic hemorrhage اللي تحيط المنطقة مال ميدبرين، هاي المنطقة هاي المنظر مالتها عادة يكون فينوس والبروغنوس مالتها جيد. ليش؟ لأن مو من الأرتري، كل صار ربشر بالفينوس فيزل، أو أن يكون عندنا أرتري وفينوس مال فورميشن اللي يشكل حوالي 5% من الحالة. الريسك فاكتورز ايضا وجود فاميلي هيستوري لاكثر من شخص كان صار عنده صبر اكنايد هيموريج. بعض الجينيتيك فاكتورز انه موجود جين يسوي بعض الامور من امثال ذلك البوليسيستيك كيدني ديزيز،
على سبيل المثال هي autosomal dominant ممكن يجي المريض with aneurysm inside the brain وأيضا presentation marker subarachnoid hemorrhage. Smoking أيضا راح يزيد risk of rupture للي عنده aneurysm وأيضا بالتأكيد وجود hypertension راح يزيد risk of rupture. إذا مثل ما قلنا أكو فتساكولر بين aneurysm من معظم الكيسات اللي هي non traumatic وهذه موجودة as a bifurcation of the large to medium size intracranial arteries يعني بالتفرعات مع الشرايين الكبيرة ومثل ما تعرفون الشرايين الكبيرة قبل ما تطب إلى داخل brain tissue وين راح تكون تمر بالsubarachnoid space اللي circle of Willis يسموها أكيد شايفيها في المرحلة الثانية اللي هي تفرعات يدخل الجنل كاروتيد وراح يكون من الجهتين وأكون استموس ما بين الجهتين وأيضا من جوا راح يطلع لنا السيلر آرتري وتفرعاته فتتكون عندنا ما يسمى بالسيركل كوليس. هذه السيركل وين موجودة؟ موجودة بالسب أركنويد سبيس وهنا راح يكون عندنا أنيوريزم راح تتكون وبالتالي الربشر من راح يصير؟ راح يصير عندنا سب أركنويد واضح؟ الماسكومان سايت بالانتيريور كوميونيكيتنج ارتريز اللي يربط ما بين راح نشوفها شويه ما بين تو انتيريور ارتري او البوستيريور كوميونيكيتنج ارتريز او الميدل سيربرال ارتري او البيسيلر ارتري هذه السيركل فوليس مثل ما تشوفون وهذه هي السايتس اللي ممكن ان تكون تنشا بها هالبري انيوريزم وبالتالي مثل ما قلنا بصدق من سبيس وراح يصير من صدق من هنا اذا صار بها ربطه كلينيكال فيشر شو راح يجيك المريض بصوره كناي ستيت مثل ما قلنا العمر في اي عمر ممكن تشوفه حقيقه اكيد صدم اونست هيديك ويقول لك هذا اسوء صداع وهذا ما يسمى بالثندر كلاب هيديك حقيقه اسوء صداع كمر ما شايف فيه الم بالراس يعني هو المريض يحكي خذ فج يعني هو الم انفجاري حقيقه راح يشكي منه المريض وفجأة وممكن يأثر على الوعي مالته أيضا أكيد بما أنه البلد راح يدخل مع CSF موجود بصدر كنود سبيس أوريدي فراح يسوي له مننجل إريتيشن فممكن نشوف المريض وممكن جدا من العلامات المهمة أن نشوف لدى المريض مننجل ساين لك ستيفنس ويعني دائما لازم ندور عليها في حالة ويعتبر واحدة من differential diagnosis for the next stiffness يعني ما بس نخلي بالنا من meningitis لازم نخلي بالنا أنه ممكن أن يكون هذا المريض عنده subarachnoid hemorrhage fever مثل ما قلنا أن destruction of tissue ممكن أن يسوي لنا stress nausea vomiting increased tracheal pressure receiver أكيد seizure لأنه أكو rotation أكو blood بيأثر على brain tissue اللي تحتها أكيد السيرفس من كونشنس كوما ستيت ممكن أن يكون لدى المريض patients complain from new onset of headache within the preceding 1 to 7 days in about 30% of cases هذا الألم ممكن أن يشعر يقول لك والله دكتور أنا قبل 3-4 أيام صار عندي وجع كلش قوي بالرأس طبعا هو أيمت يصير أو ليش يصير حقيقة يصير لي بالانيوريزم قبل ما يصير ربتشر كامل ويصير كانوا ستريتشنج بالانيوريزم كانوا هي انهارصة او انذار فليشيك وضعه احيانا يسوي المريض لانه الروح يختفي الالم وراء فترة بسيطة من الوقت ووراء يعني يجي بصبر اكنوليجي مرجل كامل طعف الاديمة اكيد بسبب تيستكريت ريجر احيانا البلد بما انه بالصبر كنويد شباب تسمعوني؟ تسمعوني اوكي احيانا يصير ايضا هايدروكيفالاس سبب مثل ما قلنا انه يدخل البلد بالصبر كنويد سيس ورد موجود ويصير من الفتحات والمسار اللي يمشي بالسي اس اف يسوي وجود البلد. The patient is usually distressed, irritable, photophobia, phonophobia, ما يريد يشوف ضوء, ما يريد يسمع حد لو كان واعي. أحيانا يصير تيريكرين النيرفالسي السبب لأنه من الفجر
جاي من البلد اللي يصير حول الانيوريزم. انيوريزم قريبه من الكرينيال نيرف، اللي ايضا الكرينيال نيرف صح تمشي وين بالصبرك نيرف سبيس على راس القائمه، مثل ما قلنا من الموسكا من ايضا بوستيريور كوميونيكيتنج ارتريز اللي من سيرفي هيموريج راح يصير عندنا فير كرينيال نيرف فولس. فيجي المريض توسز عينه مغلقه وترفع الجفن مع العين، تشوف العين داون نازل جوا طالع لي اوت، لانه بقيه الكرين نيرف السادس والرابع اللي يشتغلن، لكن الثالث واقف، بالاضافه الى دايليتي بيوبل ماشين نوت ريسبوند نوت رياكتيف تو لايت. فندوسكوب ايضا ممكن سب هايلايت هيمريد نشوفه. هذا هو السب هايلايت هيمريد اللي تشيك بالفندوسكوب اكزامينيشن. حقيقه بالريتنا واضح امامكم كوز ماركر بالتاكيد سب اركنايد هيمريد. الانفستيجيشن شو راح نسوي مريض؟ حقيقة نون كونتراست سي تي هو على رأس القائمة، وهو يشخص لنا حوالي 50% من الكيسات إذا عملناه خلال 24 ساعة، راح تقل هالسنسيتيفيتي مالته إذا تأخرنا، يعني اللي يجي ورا ثلاث أيام من الممكن أن 75% فقط يبين عنده من الكيسات اللي بيها بصدرك مريض هيمريد، وهكذا إذا ورا أسبوع ايضا تصل لحد 50% فقط يبين، يعني خصوصا يبين باللي خلينا نقول كميه الدم مالتهم كلش كبيره، اما اذا كميات صغيره من الممكن ان تختفي، ولهذا يحبذ اجراء فحص المفرط خلال اول ساعات من وصول المريض حتى لا نفقد التشخيص مالتنا. لو لا زال عندك شك ان هذا المريض صبر كمان هيمرج والسيتي ما بين، حقيقة هنا راح نرجع إلى الـ LP lumbar puncture، وما راح أسوي مباشرة بالتأكيد لأنه أيضا تغييرات بالـ CSF ما كان صارت بعد، ولكن نحن راح نسوي الـ LP بعد مرور 12 ساعة من الحالة. يعني مثلا جانا بالليل سوينا CT شكينا من صور اثنين ما بين كلش واضح بالـ CT بعد النشك إنه هذا صور اثنين هيموريد، راح ثاني يوم الصبح مباشرة راح نسوي له الـ LP. واضح؟ ايش راح يطلع بالـ CSF؟ راح يطلع تغير في شكل هذا الـ CSF من اللون الصافي إلى اللون الأصفر، راح يصير ذات كرومية. حقيقة ويتغير هذا اللون بسبب الـ bleeding اللي موجود، الـ RBC راح يصير destruction inside ده CSF، والبيروبين بارتيكلز اللي موجودة بالهيم مع الهيموغلوبين حقيقة راح تنطي هذا اللون الأصفر إلى CSF. يعني واحد يسأل يقول دكتور ممكن هذا تروماتيك؟ حقيقة يعني أثناء دخول النيدل بالLP أحيانا هم يطلع بلد من المكان اللي دخلت فيها طخيت فيزلز أثناء ما ندخل الـ CSF needle، صار bleeding وراح يتلوث هالـ CSF مالتنا بالبلاد، وراح تختلف علينا الصورة، ما نعرف انه هذا من التروما due to needle مع CSF ولا هذا subarachnoid hemorrhage. حقيقة للسنترفيوج لو كان هو traumatic bleeding راح ينفصل RBC وعن الـ CSF، والـ CSF راح يطلع لنا clear كما هو normal لو كان هو traumatic. أما بالـ subarachnoid space صبرك من الهيمرج العفو ما راح ينفصل اللون، يبقى اللون اصفر مال CSF، لكن مثل ما قلنا نحن ما راح نسوي مباشرة وانما راح ننتظر الى ما بعد 12 ساعة. ايضا من الامور اللي ممكن ايضا يبين بيها هو الـ MRI اكيد، وايضا لكن انا رأيي يعني حقيقة للسهولة لتوفر الجهاز المفاس بشكل أسهل، حتى لو كان المريض agitated، حتى لو كان المريض يتحرك، ممكن وعاته ميكانيكيا وعمليا إجراء فحص المفاس أسهل بكثير من الـ MRI، حتى التايمينج اللي يأخذه داخل الجهاز هو أقل، ولهذا يعتبر الأولوية بتشخيص HAMA. السيريبرال انجيوغرافي remains the gold standard test for localizing of cerebral aneurysm. إذن
هذا السيريبرال انجيو مثل ما تلاحظون الشبكة اللي موجود بها الفيزلز، ومن الممكن إذا كان عندنا أنيوريزم راح نشوف دي ونكبر الصورة، وعندنا صور كثيرة ممكن نطلع بالإنترنت على الساكرال أنيوريزم باي سيريبرال انجيو. الإمرجنسي مثل ما قلنا سي تي سكان يعتبر أولوية، لو كان نيجاتيف تقريبا 15% 5 إلى 15% سي اس اف بعد 12 ساعة كما تلاحظون بالجدول، وراح يطلع عندنا بلد أو زانتوكروميا، فإذا انصبت من الهيموريت وراح تبدي الأدوية العلاجات، وإذا تروماتيك لا ما راح يسوي مثل ما قلنا. لو كان السي تي نورمال والسي اس اف نورمال بعد 12 ساعة معناتها الكيس من صبر اثنين، واضح. المانجمنت قلنا من حيلة للجراحة تخلون اما كليبينج مثل ما تلاحظون هاي مثل قراصة تقرص الانيوريزم حتى تمنع البليدنج اكثر، او تدخل كويل داخل هل سد هل انيوريزم، ماشي يعني صورة امامكم واضحة. لكن بالتأكيد نحن قبل ما نسد لازم نتأكد من شغلة كلش مهمة هي ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط راح يزيد لنا من نسب النزف، وأيضا يعمل لنا ريبليدنج أحيانا حتى لو متوقف. أيضا مهمة جدا أنه المريض ما يصير عنده كونفولشن، لأنه إذا حالة الكونفولشن أنه ممكن يرجع يصير عنده بليدنج من الاهتزاز القوي، من الستريس القوي، أيضا من الكونستيبيشن ممكن أن يصير، يعني إذا واحد كونستيبيشن عنده أو يعني stressful condition قام يصيح كذا قحة قوية ممكن أن يصير عندهم، ولهذا كل هاي الأمور نخلي ببالنا أنه نهدي المريض، نحاول نعطي sedation الغرفة يعني خلي يقول معزولة نوعا ما ما بها ضوضاء، المريض المفروض ما عنده cough ما عنده constipation أوكي، حتى ما عنده convulsion حقيقة، حتى نمنع ونسيطر على الضغط مالته حتى نمنع حدوث نزيف جديد في نفس المكان. اكيد يعطى نيمودفين كل 4 ساعات لمده 21 يوم يقلل من المورتاليتي ويحسن من الفانكشنال اوتكم، ويعطى حقيقه بروفيلاكسس ضد السيربرال فازوسبازم، لان هذا بلد راح يسفح في السبركمينت سبيس، السبركمينت سبيس بي اذر بلاد فيزلز كل السكر كلس موجوده هناك، فريتيشن راح يصير لهذه الفيزلز فيصير بها فازوسبازم، فننطي نيموتيبين حتى نمنع الفازوسبازم كانه هو فازودايليتر حقيقه، وما يصير عندنا اسكيميا في منطقه اخرى من الدماغ عدا النزف اللي موجود عندنا بالسبركنويد سبيس. اكيد افويدنس اوف ديهايدريشن مهم جدا ايضا، ولا نخلي المريض اوفر هايدريشن، وانما ايوبولينيا المفروض احنا نخليها. في الكومبليكيشن اللي ممكن نشوفها بهيج حاله حقيقه ريكيرنس مال هيموريت كلش كمان ممكن ايضا، خصوصا اذا ظل ارتفاع الضغط او الانيوريزم كان كلش كبيره، ممكن ان يدخل البلد الى داخل البرين تشر سيلف، كارديومايوباثي ممكن ان يصير، ولهذا الاي سي جي مهم جدا، دائما نسوي المريض اي سي جي، ممكن يصير عند المريض ام اي، ممكن يصير عند المريض كارديومايوباثي من ستريس، اكو علاقه ما بين الاثنين، واكو تغييرات كبيره ممكن تصير بالاي سي جي لدى المريض ابو صبر اثنين هيموريد، دائما نراقب هذا الموضوع. نيوروجينيك بولمونري اديما، بولمونري اديما لكن المنظم مالته وليس من الهارت، ليس من اللونج اتسلف وانما من البرين، تتجمع سوائل داخل الرئه. ايضا اكيوت او صب اكيوت هيدروسيفالاس، الاكيوت هو اوبستركتد يعني كلوت مال البلد اتسد لك المجرى، او قد يكون فتحات فماكو يعني انسداد في مجرى معين، سوى انه التصريف مالته راح يكون ضعيف في دخول البلد داخل هذه الفتحات التصريف، وبالتالي كوميونيكيتنج هيدروسيفالاس راح ينسد. ومن صار في هذه الحاله نحتاج الى شنط نخلي المريض حتى لا يرتفع الضغط داخل المجرى. في الأمر الفازوسبازم حكينا عليها تصير تقريبا ما بين اليوم الرابع إلى اليوم العاشر حتى يوم الـ14 يوم، ولهذا دائما تشيك المريض ليصير عنده مثلا هو جاء صح هيديك وميك ستيفنس وديستيرمنت اوف كونشسنس،
لكن ممكن ورا كم يوم يصير عنده هيني باريسس due to سكيني ماشي يعني due to هالسيريبرال فاسبازم. أكيد monitor for new onset focal neurological defects حكينا عليها قبل شوية. وأيضا to check عن طريق serial transcranial doppler ultrasonography حتى يشيك إذا كان أكو فاسبازم دوبلر مع سيما الشرايين فيشوف إذا أكو فاسبازم ولا لا. والدوبلر أيضا راح يشيك لنا من سرعة مرور الدماغ خلال الفيزلز، فإذا زادت السرعة معناتها أكو ستينوسيس في الموضوع. شلون تلفرميج مع المي من طريق الطغش مكان بعيدة فاج تسوي تحصر ضيق من الدايمتر وبالتالي تنطلق المياه بشكل أقوى. Treat with hemodynamic augmentation and or balloon angioplasty. نحن دل نحكي هون على cerebral vasospasm. إما ننطي vasodilator كتريتمنت معشاني بالإضافة إلى البالون أن نوسع هالشرايين اللي صار بيها. هذه هي صورة مبسطة أنه صار الربتر نيوريزم طلع البلاد. البلاد سبح بصبرة نايد سبيس. نورمال آرتري قريب بعيد منا صار بيه بازوسبازم. ممكن سيجر كمان أيضا كومبليكيشن. هذا كومبليكيشن مثلا إنه بروبريس سكريشن في دائرة الهرمون مثل ما تعرفون هذا ممكن يصير مع صبرة نايد سبيس، وبالتالي ايضا راح ياثر على الليفل مال صوديوم السرد هايبرنفرينيا. المورتاليتي ريت فروم انيوريزما سبب من الهيمورايج تبقى عاليه. خلصت المحاضره. اذا راجعنا التريتمنت مع المريض ابو صبر كنايت هيموريد حقيقه يبقى الاولويه للاي بي سي دائما. يبقى الاولويه انه انت لازم تبحث عن الكوز اذا ما كان واضح، وبالبداية أكيد راح تشخص عن طريق الـ clinical history examination and CT scan. وإذا ما تقدر ما طلعت CT ممكن سير صفر اثنان ساعة ثبت عندك. إذا قدرت تسوي له coiling إذا أكو surgical intervention تصير في قريبة منك أكيد مهمة، لكن مثل ما اتفقنا أنهم بشرط أنه تنزل الضغط مع المريض، تراقب المريض، خليه في غرفة جيدة من ناحية العزل، وايضا تمنع عنا بعض الامور الكاف والكونستيشن. تنطي الامور اللي تقلل الضغط داخل الدماغ يبقى المانيتول او الهايبرتونيك سلاين ممكن يعطاه، لان ايضا راح يرتفع الضغط داخل الدماغ عندنا. تنطي مضادات الضغط حتى تحافظ على الضغط، وايضا ايوفوليميا جود ريهيدريشن حقيقه اذا كان اكو ريهيدريشن، وتنطي نيمودفين حتى يقلل لك من الضغط. واذا صار سيجر اكيد راح تنطي انتي كونفلسيف ثيرابي. واذا صار مثلا هذا في خلاص هذا السيكلس هو اكيد راح تسوي له شنط اذا كان مستكتف هذا السيكلس. كل هاي الامور مع المتابعه مع التشيك ورا فتره ايضا قد نحتاج ان نسوي المريض يعني اعاده للسي تي سكان حتى نشيك اذا كان صار اكو نيو كومبليكيشن حقيقة ما كان اكو هيدروسيفالاس يجوز يصير، ريبليدنج ما كان اكو يجوز يصير، اسكيميا ديو تو سيبال فازوسبازم. اذا شفنا اني ديتيريوريشن نعيد سي تي ورا يومين ثلاثه ورا اسبوع، وايضا ورا 14 يوم اذا ما سوينا ايرلي سيربال انجيوغرافي ورا 14 يوم شوي خد كميه من البلد راح نسوي سيربال انجيوغرافي حتى نكتشف سايت اوف ذا انيوريزم. وبعدين إذا ما سوينا له بالبداية كليبين أو كويلين من الممكن أن نسوي له بعد ما تستقر حالة المريض بعد أسبوعين ثلاثة، من الممكن نحيله أن نسوي له لأنه هذا معرض لصبرة نوع جديد ليتر.